شو عم تعمل هون ولانا؟ مشان الله هلا بروح يا عمو. الله يخليك لا تضربني. لا تخاف لا تخاف. مشان الله هلا بروح بسلي الدنيا. مشان الله يستر على عرضه. لك انت من شو خايف؟ من وين هربان؟ ضربت ولد بالحارة الشبرية. ما هات لشوف. هات ليش؟ لك هات لهون. هات إذا مسكوها معك بياخدوك على المخفر. أنا بخبي لك إياها. معقول أبسمه وعنده هيك شبرية ظريفة؟ أنا خايف. لا تخاف لا تخاف، خليك أنت متخبي هون. أنا هلا بطلع على الحارة بدقدس بشوف شو الأوضاع، إذا هديت برجع بخبر. يعني ما رح يشنقوني؟ والله ما بعرف، هلا بسألك. بس المهم أنت ما تتحرك من هون نهائي. حاضر، ما رح أتحرك. بري عليك. ها هاي اللي دعشري هون. شو يا؟ سمعنا انك تركت الحارة. يا خالي الحارة حارتي وما بتركها بنوب بنوب. والنعم والله. بس هيك يا منظوم، ما بتمروا على المخفر وبترمي علينا السلام؟ لك قولي لاصحابي يمكن اشتاقوا لي. والله اصحاب المخفر بحياتهم ما كانوا اصحابي. لا تواخذني عندي شغل. لتضرب بمنظرك. فكر حاله له صاحب. الندل طول عمره ما بيتصاحب. الحقوني. سمعت انه الزعيم ورضيان على ابو كامل باعتبار راح اشتكى للمخفر، بس يمكن القصة انحلت لانه ابو شهاب طلع من عند ابو كامل وراح على المضافة. اما شو صار معهم ما عرفت. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والضغط على سبسكرايب وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد.